اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا. وقبل ما نروح لفقرتنا الصحفيه هنشوف مع بعض تقرير عن الفنان التشكيلي فادي فرانسيس. الحقيقه فادي بيعمل تماثيل لشخصيات كرتونيه من عجينه السيراميك، وايضا هو بارع في النحت والرسم بالفحم وغيرها من المواهب. تعالوا نشوف هذا التقرير عن الفنان التشكيلي فادي فرانسيس ونرجع لكم مره اخرى. والكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي. موهبة فنية نادرة تظهر في لوحاته التي تشع بإحساس طاغ يتداخل فيها الفن مع الفلسفة ليخلق عملا فنيا فريدا من نوعه. هذا ما تمثله أعمال الصحفي